مساء الخير، وين ما كنتوا برفقتنا بحييكم مع بداية حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي، فيها آخر نشاطات الطلاب. البداية مع صف جديد للطلاب مع مدام ماري. صحتين يا حلو يا شاطرة يا شاطرة، شفتي؟ ما رح بقى الآخر. إيه وهيك؟ كله عبر. لأنه إذا فتحت تمك على الآخر وهيك خطر. هيك هيك كنت دائما بحاول امسك الموضوع. ايه لا رح حسيت نفسي امبارح اول مره امسك بقي صح. شفتي شفتي وهلا هلا رح تتقدمي. شفتي وين حنان؟ شفتها وين؟ ايه حنان رح تغير حاجه ونزل. يلا يلا امبارح اشتغل انا وياكي وحنان. حبيتي امبارح برايم يا مدام ميري؟ انا كثير حبيت البرايم. حذري اللي حبيت البرايم لانه كلكم بلشتوا تفهموا شو بدنا، لانه تعذبنا. بدك تقولي ما تعذبنا مبلا جدا جدا والله. ايه خاصه انت وقرصنا خاصه انت مرقتي بمرحله صعبه كثير. اربع برامات او ثلاثه بموضوع من الساعه. شفتي؟ لانه كنت ضايعه بين كيف جايه وكيف بدك تصيري. صح. شيء طبيعي شيء طبيعي. كتر خيرك. امبارح بس امبارح نشكر الله. خلص الحمد لله. خلص بتحطي عقلك براسك. خلص هيك هيك بدي امشي. وهي كمان المي شوي نزلت هيك مي. لك كيف مسكتها مي مي ورا مي. خدي نفس. هلا لفظك. يلا كمان هاي حبيبتي. ايه لفظك بس اللفظ بس الفتحة لا خليها هي زيتها الفتحة كتير منيحة. آخر أخبار الطلاب بتتابعوها عبر www.starakarabia.com. أما أخبار حنان فما بتشاركها إلا مع رافائيل، وآخرها انزعاجة من بعد الاتصال بوالدتها. مهم تصرفات مهمة الجمعة كغير وفهميتها حنان. واخا صافي؟ واخا ورطبمت كني تصرفات مهمة حنان. واخا ماما ما تبقاش تقولي لي هاد الهضره حيت غادي نتقلق وما غنديرش مزيان. يولع والله ماما كيبقى فيا الحق. ايش هي؟ فيش ما فيش. كلمي كلمي. طب هلا شوفي بيزعج، شو قالت لك فاتي؟ ما قالت لي شيء. قلت لك شيء انا مضايقك؟ لا ماما قالت لي انه انا مضايقك. قلت لي دايما بتعرف فين ما في داعي احكي بعد عنك. مش هيك قلت انه اعرف شو كيف تتصرفي. وقالت لي اذا حكيتي بيك وقال لك شيء ما حبيتي ما تزعلي. ما تحبي ما تزعلي منه حبيبتي و بليز حياتي مثل ما قلت لك. طب قلت لك بليز حياتي. راضي راضي ماشي يعني فترة وبتقطع. أنا بعرف أمي بعرف أكثر. طيب بس فترة وبتقطع حبيبي. فترة وبتقطع ما هي فترة وبتقطع. بيك إذا زعل. بيك بيك إذا زعل. ما بابا نفس المشكلة نفس المشكلة. بيك إذا زعل يا حبيبتي. هيك ما بحب لا. ما بحب أحكي يعني ما بحب أتصل فيه لأنه بعرف. بس بيك إذا زعل لأنه بده صورتك بأحلى صورة بده مصلحتك. هيدا بيك بحبك قد الدنيا بيموت عليك. ما حدا بده مصلحتي اكثر من بيك وامك. واذا زعلوا يعني زعلوا على سبب. خلونا نتوقف مع اول بريك مشاهدينا وبنرجع بعده لاخبارنا.
منتابع يوميات ستار اكاديمي برفقتكم مشاهدينا، ومننتقل لصف جديد مع ليزلي عقل يلي قررت تلغي الصف. فشو يلي صار تحديدا حتى انزعجت ليزلي من الطلاب؟ فينا بليز نطفي؟ هاي مينا، شو هالسيربريز الحلوه؟ انا سلمت عليك امبارح بس هسلم تاني طبعا. بس شو؟ سلم تاني طبعا، وتالت ورابع وخامس و... انه ايه اشتقنا لك. ما في حدا ناقص؟ محمد شاهين دايما يتاخر على الصفوف. اوكي باقي هون. انا رايح وجاي معك. انت مش رايحه؟ اوكي بدنا نوقف، ما رح نبلش من اول الصف. شيلها من هون حطها على جنب بسرعه. شاهين فين؟ شيلها وحطها على جنب، عم بحكي معك. مش مهم لمين، شيلها. مش مهم لمين يعني. اوكي ليك شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل، بدنا نحمل صوت على ال، بدنا نحمل صوت على الغنيه دغري، بدل ما نعمل اكزرسيت برات الغنيه ونرجع نعملها، رح نحمل صوت على الغنيه. سو رح نبلش، رح نعمل على الميلودي تبع الغنيه. اوكي اول شغله بدنا نحميها، بدنا نعمل هامينج. يعني بدنا نعمل مثل ما عملنا اول مره، بس بدنا نعمل كل الكوبليه على الهامينج. بس بتجلسوا وكلنا سوا بليز، جلسوا كلكم، جلسوا على الاخر مثل بتمرين النفس، وركزوا على النفس. يلا بدي نحط الميوزيك. اوكي حنان وهايدي على ميكرو والشباب على ميكرو، تفضلوا بليز اذا بتعملوا معروف. وبدنا نغني الغنية. نجيب لازم السيدي صح؟ السيدي لازم. الله يغندر. اصلا شايفين شو عاملين؟ شايفين الوسخ هون انتو؟ والوراق والسديات شو هيدا؟ حبيبي مش وسخ هيدا، هيدا كيف مش وسخ هيدا؟ كله الابيض بالمسح فيه. لحظة هيدا الشيء. إذا بعد بتعلي صوتك بدك تطلع لبرا أنت. 100% على القد. والله ما عليك صوتي. بس أنا بحكي هيك عادة يعني، صوتي هيك. لكن ما بقى تقول لي صوتي ده. فريكونس عالي. الفريكونس مانا فوليوم. إيه فوليوم صوتي كمان عالي. الفريكونس مانا فوليوم. تكلم مع أستاذة صوت. سمعتي كيف حتى في الميكرو هلا؟ شفتي الفريكونس بيقطر الميكرو. فيكم توقفوا تحكوا وتردوا؟ هيدا وسخ اسمه، ان كان كلينكس او مش كلينكس اسمه وسخ. هيدا اسمه وسخ، ما حدا له شيء ثاني. بنمسح فيه سبوره، بنمسح فيه سبوره والله. بتوطي صوتك ما بقى رح اسمعك. يلا بقدي. مسح فيه سبوره لما تجي مدام ماري. حبيبي ما تقولوا لي هيدا شو من وين اجى، انا شفت انه في وسخ، اكثر من هيك ما بعرف. مثل كانه انا جاي لعندكم، جايين انتم لعندي على البيت وبيتي فيه وسخ بالارض، زيت الشيء. The giant, the father will give you the right to you be. الله to be free. اوكي عارفوا شغله. انتوا صف ما خرجش كل شيء. مش معقول انه الي ثلاث اسابيع قلت لكم انه اليوم بدها تخلص. ها لا انا ما كنت بعرف. اذا ما كنت بتعرفي السبت اللي قبله عرفتي السبت الماضي، وانا قلت لك اياها. مسافره ثلاث اجماع حنان. ايه بتخيل مدري وين اخذها رافائيل بعقليتها. ايوه بعقليتها. شو هالصيت؟ ضعتي انت خالص، ضعتي ليه؟ شو قلت لحتى مركز؟ ما رح تخلصي. انا مركزه عم قلت يا مدام ليسلي ليش هالكلام؟ ما رح تخلصي. عم بتسائل عليك شوي، ما عم لومي مدام ليسلي. بس بليز بدكم ترجعوا تغطوا كلكم على الارض. اوكي انا هلا رح وقف الصف لانه بقدي. اوكي لانه ما نكون عارفين شيء من شيء. اوكي في اثنين يمكن حافظين الغنيه ومركزين عليها، الباقي ما بعرف شو كان عم يعمل. انا اكيد ما رح سمي اللي حافظ بيعرف حاله. انا اوكي وعلى كل حال دوماج، لانه هذا الشيء كان لكم مش لإلي، انا بعرفها وبعرف غنيها. اصطفلوا ما تتعلموا شيء جديد، طامبي بور فو. اوكي اذا بدكم السبت الجاي نرجع نخلصها بتكونوا حافظين 100%. صدقني حافظين. والا انا اصطفلوا مره ثانيه. مش ما مضيعين السيدي كله سوا. انا بوقف الصف وانا بمشي الصف. انا بمشي الصف وبوقف الصف. انا وقفت الصف. شيل الميكرو وما بدي اسمع.
ما معقول تكونوا حافظين واصلا ضايعين السدان السبت الماضي. بعرف انت اصلا انا ما بديك تغني، انت غير موضوع. وحيات امي يا مدام ليش ما تقصدي؟ ما تبرروا، كان فيكم تطلبوا. طيب ليش معصبة مدام؟ ليش معصبة؟ ماني معصبة بس ما بقى عندي شيء اعمله. عم تورجينا حكي انا حافظها بس ماني قادر اغني. انا ما قلت لك لك بس انا قلت كلكم بليز. طيب اوكي عم تجملي لي معك يا مدام. مدام ما فرجيتني انك حافظ، انا اصلا ما عم بتغني لك. انا حاولت احفظ. جمعة الماضي شو كان بني؟ هالجمعة شو بني هلا؟ ايه ما عم بقول لك انه ما فيني اعرف اذا انت حافظ. اوكي مش حافظ. مش حافظ. مش حافظ وما راح احفظ، ما بقى ترد كل ما واحد قال لك شيء بترجع بتكب شيء من ورا. ما معقول. بامرك. انا سبورت هذا. مثل ما قلت لكم اصطفلوا. بدكم تسقيها سبت الجاي بتكونوا حافظينها، ما بدكم اياها وتعمل فيه ما بقى اعمل لكم شيء جديد. برجع بعمل اكزرسيت وورم اب بعلمكم نفس وكل شيء، بس اغاني ما بقى اعمل معكم لانه ما في لزوم حد يضيع وقته بشيء جديد. انا بدك تسمعيني؟ لا ما بدي اسمع حدا. وين رحتي هلا؟ انتوا انا خلصت الصف، شو وين رحت رايحه؟ ليش هيك عم تعمل؟ بريك وبنرجع لحلقه الليله من يوميات ستار اكاديمي. عودة لمتابعة أخبار الطلاب مع زيارة هادي شرارة الأسبوعية. التحدي عم يصعب أسبوع وراء أسبوع، وكلام هادي عم يقسى حتى يحسنوا الطلاب من أدائهم. صباحو بونسوار لزامي مساءو مساءو هادي شرارة. كيف شباب؟ خبرك خبرية كتير بشعة. الغنية 50% باكينج فوكلز، يعني هي كورال 50% صح؟ هم اللي كانوا عاملين. ايه اوكي بس برافو. هي هذا ضدك، مش شيء منيح يعني. 50% كورال عم بغني هو صح لانه مسجل، انما 50% كان انت عم بتغني و50% نشاز اللي انت عم بتغني. نشاز؟ فاجأتني والله. ايه يعني فاجأتك؟ تفاجئت والله. انا بتكلم مصري ما اعرف شو ليه بتكلم مصري انا؟ اتفاجئت انا والله. شو؟ ما في دبلجة اصلا. ما دينا حياتي، ما ذيس از باد بيرفورمانس اللي عملتيه هذيك جمعة. يعني اللي عملتيه قبل كان احسن من هذا. ده عاطل على اللي عملتيه قبل، يعني انت عملتي شيء حلو هذيك جمعة. ما في اللي حلو فيكي هالجمعة، بس اللي اكثر شيء حبيته هي الفيشل اكسبريشن تبعك والبريزنس تبعك مثلا كثير حلوة. مخبية خوفك فيها، عندك شطارة تخبي خوفك باللي عم تعمليه. منك شاطرة لأنك كتير حلوة على المسرح ووقفتك حلوة والشو عم تعملي لذيذ مع الدانسرز، بس مبين في يعني مثل واحد مخبى شي ورا، واضح بالمغنى تبعك إنه منك مرتاحة. رفايال وحنان. تبلش بحنان ليديز فيرست، غنيتي احسن من رفايال واحسن من قبل، يعني which is very good، يعني غنيتي اضبط منه بس دون المستوى لبرايم نيمورو ديس. يعني انا بدي منك اكثر بالبرايم ديس، البرايم العاشر، يعني بدي اشوف اكثر من حنان. ما عم بشوف مره حلوه على المسرح
بس مش كافي. تمثيل فظيعة. You're a good actress. يعني أنت كممثلة اللي شفته هلا بالتابلو اللي هن زقفوا لك عليك، الإمبريشن اللي كل أخذ الإمبريشن اللي أخذناها كلنا سوا إنك بتمثلي حلو. Which is هذا الشيء حلو بستار أكاديمي، إنه ستار لازم يكون بيمثل وبذات الوقت بيغني، يعني جامع كل التالون تقريبا كل الفن. اما استاذ رافائيل لما مشكله عندك اياها انك كثير هايبر، يعني انت زلمه هلا انت رابط حالك هون، بس انت ايبر يعني انت هايبر صح، ما فيك تغني رومانسي، ما اللي بيقول لك رومانسي مبين عم تكذب علي وعم تكذب فيش. ايه انت قلت لي هذا شو حسيتك هيك طف يعني قاسي طبعك هيك، فانا بنصحك ما تغني رومانسي اخي، بس سمبل اللي عملته هذيك جمعه كثير قوي، هيدي اللي عملتها اليوم يعني بالنسبه لي سقطتك، يعني انا شخصيا ما بشوفك رومانسي، يعني هذه فاول لك. بلشت كتير حلو هيدي أول شيء، يعني الواطي عندي كان حلو وطبقة كتير منيحة لإلي، بس وقت فتت على النوتات العالية بلشت بدك تشد شوي ضاع صوتك، عندك مشكلة عم جرب أسأل كل اللي حواليك شو هي، من يعني من الجروب تبع ستار أكاديمي تحت يعني إدارة وهيك كلهم بيقولوا ست شيء، في ضياع هيدي، في شخص، في بنت كانت موجودة بأول أكاديمي أول ما بلش البروغرام وفجأة صارت تختفي، في شيء زعجها، يعني إحنا منحبك منقلك ملاحظاتنا من محبة، لأنه أنا بموت بصوتي من الأول، قلتلك أنا مغروم فيك، جيتي هلأ كل مرة يعني بحس حالي عم رجع لورا، حابب بدي ساعدك، بدي أعرف شو عم بسأل كل اللي بيعرف بيحبوك بالأكاديمية خبروني شو قصة، كلهم لاحظين زيت شيء مثلي إنه شكلك منك مرتاح، في شيء مضايقك، عم بقولي بالتمرينات بتغني بتبكيهم، طب بكينا على المسرح. شفت البرفورمانس الحلو شو بتعمل فيكم، بتزقفوا من دون ما من قلبكم، وكانت قوية الزقفة، برافو، زقفوا له كرمال اثنين ايه قوية، زقفة قوية كتير. هلا ايهاب عباس منه هون، ايهاب هون، رح اقول انه برافو لاثنين، برافو ايهاب عن جد، برافو عليك. وصلوا لعباس انه اول غنية من اصعب الاغاني، بس نتفق يعني حجاز اول وحدة بعتلي، فهيدا اللي عم اقوله، هيدي غنية مثلا اذا واحد زحط فيها اقوله ماشي الحال، انه مش انه غنية صعبة، كل شيء نوتات شرق عربي او كل شيء عربي، سوري كل شيء نوتات رابعة بعضهم حد بعضهم كلهم، واصعب شيء تعمل يكون تارا بعدي لك يا حبيبي تيرارا تارا ديدا تارارارا كله حد بعض تيرارارارارا حد بعضهم كتير، وواحد يعمل كنترول فظيعين، معلم انت معلم هو معلم، وباللبناني عم تغني عم تغلط مش حال، بس فيها استاذ أنيس، أنت عارف إنه هيدي البرفورمانس اسمع أعطى عاطل جدا،
وما بيهمني رايك. لا 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 ما ايه بس اسمعي رايي لانه انا بعتقد اللي عم بيقول هو الحقيقه. أكيد. أكيد. الحقيقه هي انه هيدي الغنيه ما بتسوى وانا بتعجب انه انت بقيت وما بالفلت. انا هيك بفورمس فللك يعني من اول يعني انت مش نيس انه حطوا لك غنيه بالاخر. اوكي يعني انت هيدي الغنيه بالنسبه لي مش انه انا مش بطبق دايركت هيك يلا برا مش مع دمرت الغنيه هلكت هلكت سامعها ما خليت فيها شيء لا ريت لا مغنى لا رقص ما بعرف يعني لو ما المخرج عم بيقطع اكيد كنا عم نشوف كنا مجزرة على المسرح ضدك كليا قد ايه بنبسط بغنيه حلوه قد ايه بنقهر من غنيه من بيرفورمنس مش عارف كثير قهرتني انيس سوري بتحكيني انه انا ما بغني عربي اوكي بتغني انجليزي طب الانجليزي بالنسبه لي فشلت اذا انت عم شو عم بسالك بالعربي انا ما بفهم عربي وكذا ما بفهم ما بفهم انجليزي عم تغني انجليزي ما فهمت ولا كلمه عم تغني ولا حرف بعدين قاعد عم تتمرجع عم تغني كورال شو بتغني غني قبل اما تغني كورال احكي في ما فيس وانا ام ويذ يو شو بدك فيهم خير شو بدك فيه غني الغنيه اساسيه انت الواطي مش عم تغني بدك تغني العالي ما فهمتك دمار شامل انيس انا بالنسبه لي يعني ان شاء الله ضاين جمعه الجاي شباب انا كثير انبسطت بس ختامها ما كان مسكين ختامها مشكل مع انيس ما بغير رايي فيك انك يور كاراوكي سينجر وي غانا بي يو غانا ستي كاراوكي سينجر فومي على القليله خلي في عندك ناس بتحبك يمكن انه لا لا انا بالنسبه لي انت كاراوكي سينجر انيس وانت مش ناس بقيت بهلا للبروجرام لهلا للبرايم 10 ليك انا دمرته لانيس حرقتك لا لا خلي بحب الخبرين مثل ما هي اكيد باي هادي باي لاف يو مي تو ربنا يكرمك يا رب حبيبك ما تنسوا مشاهدينا تشاركوا بالمسابقة وتربحوا أكثر من سفرة مدفوعة التكاليف لبيروت لمتابعة البرايم مباشرة وتكونوا حد الطلاب اتصلوا على www.cbc-eg.com آخر بريك بحلقة الليلة وبعده منعرف كيف كانت ردة فعل الطلاب على زيارة هادي القسم الأخير من يوميات ستار أكاديمي مع ردة فعل الطلاب بعد تقييم الحلقة مع هادي شرارة مثل العادة البعض بيتقبل والبعض الآخر بيزعل كتير شو خلال؟ عندنا حقا لازم نقوم أنا هطلع شوف هاي كوتي سكيلاتي أنت وحنان أضعف وحدي يا لا برايم جاي لك مميني وأنا برا شكي ضحكوا عقل الله العيلان يا ربي ستوب حنان انا جو بلوكو باسكو عيانة باسكو جو سيغتيغ ديزيز جو تو مي انا كنت كنحلم كثر من هذا الشيء سي سا اي سيريوزمون انا كون جيت باري والله توحشتكم بزاف سورتو توا رافايا ليا بون توحشت رافايا اكثر واحد اي جو تري مي كو جو سورتو سيرو مزيان مال حبيبي انت يا شو اكيد حابب قوي كورتوس ايش ما بدك كرمالي صدمني عن جد صدم وحياة الله طب ما قال لك غنيت احسن مني وانا ماني زعلان عشو زعلان؟ انا شخص بيعرف شو بيصير بحس انا احساسي مو بحياتي طلع لا احساسك دائما مو غلط بهذا الموضوع احساسي غلط ما تشرحين الجمعه الماضي مين توقع هذا انه من هنا انه من هنا اوكي الجمعه والجمعه اللي توقعتك انت فيها طلعت فيها توب 1 كنت متوقع حالك من هنا صح ولا لا بقول لك الجمعه اللي فاتت مروان برضو قال اوف مجتهد مش طبيعيه مروان مثلا
مروان علي. مروان حماس ومحمد عبد الغني حلو قوي قوي. محمد بس انا محمد عباس عجبني في الاولى احسن. الاولى الاغنيه الاولى ثانيه في الجو ها في الجو ايهاب الثانيه ثانيه ايهاب ابدع فرح. فيها يا ليلى الصبر فرح بينت الفرحه يا ليلى الصبر قال لي ولا حتى قال لي انتوا في الاغنيه الثانيه انا في الجو أضعف واحد شنو كان يدير في هاد البروغرام ماشي بحالي بوغ موا اوكي زعما إل ميدي علاش بقيتي تال دابا تو في كوا إيسي تو فوا ميم سي جو في دي زيفور في الآخر كيخرجو كولوم تو فوا كوم سي جي ريان في تو كومبخون أنا كنت كنضحك قبل غير بوغ لو باش منبكيش فهمتي Calme-toi, ok? Ok, regarde-moi. Calme-toi. Mm-hmm. C'est son avis et on le respecte. Mm-hmm. Et... Je ne sais pas si tu as Amélie à ce tableau. انا جو ريغول البوبريت فهمتي كان داكشي على الضحك اوكي بوركو تو ريغارد كوم سا حتى انا كنت حاط بزاف امال على هاد الطابلو حتى انا كنت حاط بزاف امال على هاد الطابلو وخلاص شو بغيتي تقول لها Je vais partir. Tu as un abri de nous, si on va. Mais. Anis, calme-toi. Anis, regarde. S'il te plaît, laisse-moi te dire avec les yeux. Ok? تفاعل الطلاب مع بعض مش دايماً بيوصل لنتيجة إيجابية، إنما مرات لسوء تفاهم بيتبعوا توضيح. هيك صار مع دينا ومروان. وما في كوبايه مي. اشمعنى انا كنت بعمل لك كل حاجه؟ اتفضل قوم. بس حسب الذنب. قوم. قوم يا مستفز. قوم يا غتت. كنت انا عامل لك المد بتاعي حسب كنت عامل المد بتاعي حسب الظرف فعلا؟ ما كان يسمع فعلا؟ مين سمعني مهضومة عم تضحك لذيذ لذيذ هلا خلاص باخت النقطة ما باخت لا ليش طف الاي سي يعني؟ باخت النقطة ليش طف الاي سي؟ طبقني كلمة يعني باخت يا باخت النقطة انا قلت لك ان شاء الله ينشرك من جاي شوية ماشي هاي تشيك مروان ولا كلمة بس كنت معصب ما حدا يحكي مروان وحشت ليكي مروان انت بتكلمني ولا كلمة مروان انت بتكلمني مين عم بحكي معك حياة وراك اوكي انت بتكلمني لا بتكلمني وبتناديني تاني ليه مروان تشرب معي شاي مروان مروان مين ايدك عني مروان قوم انا بكلمك عيب لما اكون بكلمك وما تردش عليا إيه؟ ايه؟ نعم؟ نعم؟ يا شرف ان شاء الله عليك نعم؟ تعال فهمك خبرتين واطلع تخبرك خبرتين مزحت معك للاخر وضحكتي للاخر معي هون انزعجت انت مش مشكلتي عم تضحكك انت ما انزعجت انزعجت من مين؟ من مين؟ من انا عم امزح معك من البداية فين هو ايه؟ واحنا ما هزرناش من بعدها؟
شو هزرنا؟ ثواني انا مش هم مش شغل حاجه، انا مش شغل. لا بلا بلا خليك. انا اصلا نام والله، والله ما شغل حاجه، انا اصلا ما فهمت. عم اقول لك انت زعلت، انت احنا هزرنا وضحكنا من بعدها. مروان ما كانش موضوع دي لا 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 انت انزعجتي وفليتي. طب اوكي، انت انزعجتي وطلعتي، بدي اطلع خلص. مين؟ وما هزرناش برا؟ بشو هزرت؟ قلت لك ما شايف فنجان شاي كثير سكر. لا ما قلت لك شيء، انا امزح معك، كنت وقتها بعدني انا امزح معك. وانا كنت لا ما كنت حاسك مزعوجه كمان، بس انه على خبريه دفداك انت مزعوج انزعجتي يعني. نقرست لانه عم طفي ودور طفي ودور، بس امزح معك للاخر. هاي ثاني مره بتصير خبريه المزح للاخر. ثواني 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 ولا كلمه. فيك؟ خرجتني من الأوضة. إيه معناتها؟ معناتها شو كنت عم تقول؟ ألف مرة قلت لك. ما تحكي بدك تحكي. بدي خطك ما فيي خلص، ما بقدر. ما حتفهمي غير هيك الآن. ألف مرة صرت أحكي لك ما تحكي لي هيك. ما هيك بدك إياه أحكي. قد ما بدك ما بدك تتحملي. سمعتها؟ كنت عم تحكي حمار. حمر حمر وين وني وني حمر حمر هالقد انا بظين لبرا اشو اشو اذا هو كثير باكي كثير. هيت امي ما كنت ببكي ابكي عشان مين؟ حلفت بامي الغاليه بس تنديه هيدا سمعتي؟ اخر همي اصلا. اوكي طيزة. اوكي اوكي انا اللي اوكي انا اللي حكيتك. اوكي هلا وحياة الله بدي ابرم، هلا بدي ابرم بوز هلا مروان انا كل اللي اتضايقت منه ان انا بكلمك في الاوضه خرجت وسبتك. هلا بدي ابرم بوز بس يا مستفز. اخبارنا خلصوا لليله، انا بلاقيكم بكره مشاهدينا مع اخبار جديده بحلقه جديده، كونوا على الموعد. باي باي. من دنيا حلوة بعيوني ما انا خلبة عليك.